الرمي والمناورات للناحية، ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية. استمع السيد الفريق إلى عرض حول التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ قدمه قائد الفرقة الثامنة مدرعة مدير التمرين. وهو التمرين الذي شاركت فيه وحدات فرعية من الفرقة الثامنة مدرعة واللواء 36 مشاة آلية واللواء 38 مشاة ميكانيكية، فضلا عن وحدات جوية من طائرات وحوامات الإسناد الناري. السيد الفريق تابع عن كثب مجريات التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة وتمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة، كما تابع مختلف الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز. يعكس القدرات القتالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق عالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج مرضية جدا جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.